يمكن كان في أداء ما كانش كل الجماهير راضي عنه، وده يمكن مقلق بعض الجماهير من مباراة سيمبا التنزاني، خاصة إن دايما المباريات والأدوار اللي احنا فيها دي في البطولة الإفريقية بيبقى ليها ظروف خاصة جدا طبعا. ولكن برضو خلينا نتكلم يا كابتن، إن احنا النادي الأهلي دايما متعود على الأدوار دي، على الأداء ده، وعلى إن هو يكسب كمان في الأدوار دي. ولكن الحقيقة بذكر المباريات ما بين النادي الأهلي وما بين سيمبا، الحقيقة صعب قوي إن احنا نحكم على المباراة المقبلة. فأنت شايفها ازاي؟ اكيد دي فعلا كانت نقطه مهمه، ودي يمكن دي اللي كانت مقلقه يعني قاعده كبيره من جماهير النادي الاهلي. لكن دايما النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي المقاومات اللي بتكلم عليها ان هو بيقدر يفصل كويس، بيقدر يفصل حتى من بطوله وبطوله، بين مباراه ومباراه. مش هنقول مثلا هو دايما النادي الاهلي المكسب بيجيب مكسب، حتى لو في لا قدر الله خساره زي الاخيره ما بيحطش دماغه فيها، بيبدا بيديله دافع يعني مع لعيبه النادي الاهلي، ده بيديله دافع بشكل كبير. وده يعني عايزين نتكلم على المباراه الاخيره او ده، لان الراجل غير كتير في التشكيل، يعني مش مستحب ان انت دلوقتي معانا شاشه التشكيل. كابتن اهو كواليس مباراه الاهلي والقطن واحنا بنتكلم طبعا اللقطات دي خطفتك مننا. طبعا ده فلاش باك عملي اهو للايام الحلوه. ده ماتش الاهلي والقطن الكاميروني اللي كان في 2008 اللي احنا شايفين لقطات منه ده. فعلا ده كانت بطوله كبيره، كانت بطوله كبيره، وزي ما قلت لحضراتكم تلاقي كل اللعيبه مركزه حتى بشكل كبير جدا في المباراه. لا كان الفرقه في حاله جيده، دايما النادي الاهلي هو في حالته، خلاص بتلاقي كل اللعيبه مركزه بشكل كبير، ودي ما يميز لعيبه النادي الاهلي. بتقعد تتفرج على اللقطات اللي زي دي وغيرها الفتره اللي انت كنت فيها متالق مع النادي الاهلي والذكريات الحلوه والماتشات احسن الحلوة. ايام لا احسن ايام، ومواقفها ما بتتنسيش، مواقفها ما بتتنسيش أكيد. ودتني حتى كمان دروس فيما بعد في الاحتراف، يعني حته ان انا بنتقل من نادي لنادي، خلاص انا بقى عندي مقومات البطوله، فبتنقل ده لاوضه لبس اي نادي انا كنت موجود فيه. حته تقبل حتى التعادل، ما عندناش حاجه اسمها تعادل، يعني حته ان انت تتعادل المباراه ده مش موجود. خساره بالنسبه لنا، وكانت الثقافه تقلب الصفحه بعد كل انتصار حاضره معاك. لا طبعا لا، مفيش وقت نحتفل. لا مفيش وقت، ما انت مفيش وقت، انت خلصت مثلا مباراه في دور ال 16 في افريقيا مثلا، بتنزل تلعب مصر في بورسعيد، بتنزل تلعب اسماعيلي في اسماعيليه، ماتشات كانت صعبه جدا، تنزل تلعب زمالك تلعب. والفتره احنا كنا فيها كانت حوالي بتتكلم في 12 13 فرقه جامدين جدا. يعني كان ام بي اسماعيلي، المصري، الاتحاد، كان حتى قوام الفرقه دي فرقه جامده جدا. ايه اللي حصل فبقت يعني على الاقل تلتين الاسماء اللي انت ذكرتها يكاد يكونوا مش موجودين؟ ايه اللي حصل مع الفرق الجماهيريه، الفرق الشعبيه؟ للاسف ان اكبر يعني اكتر الانديه دي اهتزت اداريا، حصل فيها خلل اداري، زائد ان الناس ما بتشتغلش على قطاعات كبيره جدا من اللعيبه، عشان كده المواهب في مصر قلت. راح الموضوع كله لحته استثماريه، ان الانديه دي بقت شغاله شغل استثماري، تتفاجئ ان في انديه كبيره وعريقه بتبيع قطاعات الناشئين بتاعتها، بتطلعها استثماري. اتفاجئ ان مثلا فلان الفلاني خد قطاع مثلا نادي كذا، بقى قلب استثماري. فدلوقتي بتتكلم في كواليتي اللعيبه، ما عندكش قطاعات الناشئين، ودايما اغلب قطاعات الناشئين في مصر هي اللي كانت مقويه الفريق الاول. ان كانت نادي المقاولين بيعتمد على الناشئين، الانبي بيعتمد على الناشئين، الاهلي بيعتمد على الناشئين، أكيد الزمالك. انت متضرر من الحكايه دي اكتر من غيرك، لان انت شخصيا ابن نادي من الانديه الجماهيريه الشعبيه الكبيره دي اللي هو الاولمبي، واللي كان ليه شنة ورنة في وقت من الأوقات طبعا. وده أثر يعني أنا أسوأ حاجة ممكن تلاقيها دلوقتي إن يقول لك مثلا النادي إحنا خلاص إحنا أولاد أعضاء، اللي بيلعب في النادي ده ابن العضو. طب ما دلوقتي ولاد الاعضاء مش هم اللعيبه اللي كنا بنلعب في الشارع، مش هم اللعيبه اللي مثلا مع احترامي مش لاقيه تاكل او معهاش فلوس ان هي تقدر تدفع حتى اشتراك للنادي او عشان كده مش شرط يكون عنده الموهبه، يعني مش شرط يكون ابن العضو عنده نفس الموهبه اللي موجوده عند اي حد تاني. انا ده بيديني مؤشر على طول دايما ان انت كده شغل انتخابات او شغل مجلس اداره. هو لسه لغايه دلوقتي في حد فيما يتعلق بمساله السكاوتنج، يعني لسه في حد بيروح يدور على لعيبه الشوارع كشفين، الحريفه بتوع الحواري كشف، والدورات الرمضانيه طبعا بتاعت زمان بالمقاييس بتاعت زمان، ولا الوضع ده اختلف دلوقتي؟ لا الوضع ده موجود، ومصر فيها مواهب كتير جدا طبعا، بس بيختاروا السكه السهله. يعني انا شخصيا ما بقتش بشوف كوره بتتلعب في الشوارع زي زمان. لا ممكن حته الاكاديميات والانديه اللي هي بقت استثماريه، وتعالى انا هلعب ابنك دوري واديني 10,000 جنيه واديني 15,000 جنيه، فهو بيروح لولي الامر في الحته دي، فابني هيلعب دوري فيلاقي نفسه السنه الجايه ما حققش حاجه، فبقلب كلها حته استثماريه.
عشان كده انا بتكلم. يمكن انا من سنتين او من ثلاث سنين يعني سريعا كده موقف، كنت معدي بعربيتي في الشارع في حته شعبيه يعني، انا لان انا اصلا من الدخيله يعني، ففي حته شعبيه انا معدي فبتفرج على اولاد في الشارع، فلقيت ولد لابس تيشيرت الزمالك وبيلعب في الشارع، والله العظيم كريم كده، عمال يقلب في الولاد في الشارع وبيلعب حافي يعني، مش لابس حاجه في رجله. ده هو لفت نظري، فقمت راكن العربيه وقفت اتفرج عليه بتاع 5 دقايق، لقيته صغير كده وهو ماسك لعيبه كبيره وعمال يقلب فيهم وبيلعب على الاسفلت وحافي. حافي. المهم جبته، طلع واد اسمه عبد الله، ومن جنبي من الداخله من جنبي يعني، فقلت له تعالى عبد الله، وديته الاكاديميه عندي، قعد معايا شهرين في الاكاديميه، وبعد كده وديته الاولمبي. فالظروف في الاولمبي قالوا لي ان احنا يعني شغالين اكتر على اولاد الاعضاء وبتاع، قلت لهم بعد اذنكم خدوه، ولو وحش مشوه يعني، هو لو مش كويس مشوه. المهم جبت له جزمه ووديته النادي. دلوقتي عبد الله مواليد 2007 بيتحط وبيتحط الفرقه عليه ما شاء الله. ده من حسن حظه ده نموذج واحد. ده نموذج، ده نموذج واحد طبعا، وفي ملايين. وانا يعني انا بس عايزه في يوم من الايام اللي هو يفتكر موقف شبه ده، ونفسي ان كل الناس تبقى كده يعني. مش شرط، انا في ناس ما تقدرش تدفع اشتراك، في ناس بس عندها مواهب كبيره جدا، في ناس ما تقدرش تدفع مواصلات ان هي تقدر تجي لي مثلا من 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 مكان مثلا في الكوره او في حته، ان هي تجي لي مثلا اسكندريه. ده على مستوى العالم كله يا كابتن طبعا. يعني معظم اللعيبه اللي هم احرف لاعبين على مستوى العالم وعبر التاريخ هم اللعيبه اللي عانوا كتير، وكانت ظروفهم الاقتصاديه والماديه ما يعلم بها الا ربنا، هم دول اللي طالع منهم حد زي رونالدينيو. ابرزهم محمد صلاح، ابرزهم محمد صلاح. لو هتشوف قصه كفاح محمد صلاح هتشوف ان هو طالع من كده. طب يعني انت شخصيا كانت خلفيه طلوعك كانت عامله ازاي؟ انا دايما يعني انا ممكن اسرتي الحاله كانت متيسره شويه، بس انا كنت واخد المسؤوليه من وانا صغير جدا، وكان الحمد لله يمكن ده والدي الله يرحمه ومع والدتي طبعا اللي كانوا دايما مسندني في حته وانا صغير، كان ده ما يؤخذ عليا يعني، ان دايما مامته وبابا معاه على طول. فكان الايمان من الاهل بيبقى مهم جدا في اللحظات دي، خاصه طبعا ان في ناس كتير تقول لك لا يلعب كوره ايه، ده لازم يشوف له وظيفه، اصل دي حاجه مش مضمونه. دايما العقليات العائلات المصريه يقول لك لا احنا ده يطلع دكتور مهندس ضابط يعني، دايما يعني عنده